فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الشعر الذي يكون تحت أو عند الحلق أو الرقبة، هل لا بد من غسله في الوضوء؟ لا، ليس من اللحية. هذا اللحية ما نبت على الخدين والذقن، وهما العظمان اللذين يجتمعان في أسفل الوجه، هذا هو الذقن، ما نبت عليه فهو الذقن. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.